ثمن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان التوجيهات الملكية السامية بشأن توفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين، كما ثمن المتابعة المستمرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتوزيعات الإسكانية، مؤكدا أن وزارة الإسكان تعمل وفق تطلعات ورؤى الحكومة الموقرة والالتزامات الإسكانية الواردة في برنامجها الحالي 2019-2022 من أجل تسريع وتيرة العمل الإسكاني من خلال الحلول المبتكرة التي تلبي حاجات ورغبات المواطنين. جاء ذلك لدى زيارة وزير الإسكان لمشروع مدينة شرق سترة، حيث اطلع الحمر على سير إجراءات المشروع الذي تشرف عليه شركة سيمي إي سي الصينية في مجال المقاولات، مؤكدا انتهاء مرحلة الدفن وتسوية الأراضي بمشروع مدينة شرق سترة، إذانا بالبدء بإنشاء البنية التحتية والقيام بالأعمال الإنشائية للوحدات السكنية بالمدينة، لتبدأ الأعمال الإنشائية لأول وحدة إسكانية على أرض مدينة شرق سترة لاستكمال بقية وحدات المشروع الإسكاني الذي يوفر في جميع مراحله نحو 3,000 وحدة وخدمة إسكانية تلبي تطلعات آلاف الأسر البحرية. مؤكدا الحمر أن تسارع العمل في المشاريع يعكس إرادة وجدية من الحكومة الموقرة في الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين وفقا للخطط والبرامج الموضوعة لهذا الأمر. تأتي زيارتنا اليوم لمدينة شرق سترة للاطلاع على سير العمل في هذه المدينة اللي تعتبر الخامسة ضمن سلسلة المدن الجديدة اللي شرعت وزارة الإسكان بإنشائها وتسكين المواطنين. لله الحمد، اليوم من الواضح يشهد العمل في هذه المدينة تسارع، واليوم إن شاء الله راح نبدأ في وضع حجر الأساس لأول وحدات سكنية، بما يؤكد إن شاء الله أن برنامج الزمني وسير العمل في هذا المشروع يمشي وفق البرنامج الزمني المعد، بما يمكن إن شاء الله الوزارة أن تستكمل هذه المدينة وتسليمها إن شاء الله للمواطنين.